السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على برامج الحمايه او الانتي فيروس، وبالاخص الرقابه الابويه الكونترول بارونتال، واللي كثير منا ما تعرفوش الامكانيات ديالو اللي تقدر توفر رقابه وراحه كبيره للاباء. بالنسبه اللي بغى يعرف اش من انتي فيروس اقوى في السوق، ممكن تستعمل موقع av-cast.org، موقع مقارنه محايد برامج الحمايه. غادي تقدر تتعرف على البرامج الاكثر فعاليه من حيث سرعه الاداء وفعاليه الحمايه. اما بالنسبه لبرامج الرقابه الابويه او الكونترول بارونتال، فهاد البرامج كتمكنكم من برمجه وقت تشغيل الجهاز ديالكم، سواء كان تابلت او كمبيوتر. يعني يمكن لك تقنن وقت استعمال الجهاز من الصباح حتى ل 9 ديال العشيه كل يوم، ومن 11 ديال الصباح ل 4 ديال العشيه يوم السبت والاحد. خارج هذا الوقت ما يمكنش لك تستعمل الجهاز. وهنا ما نبغيكش تخلط الامور بين استعمال الجهاز واستعمال الانترنت والبرامج وسط الجهاز. يعني ملي كنتكلم على استعمال الجهاز، يعني ما يمكنش اصلا تخدم هذاك الجهاز، لان برنامج الكونترول بارونتال كيطلب منك مود باس باش تشعل الجهاز ديالك. الكونترول بارونتال كيمكن لك من منع بعض البرامج حسب الاسم ديالهم، كذلك تمنع البرامج على حسب العمر ديال الشخص اللي يستعمل الجهاز. يعني اذا قلتي في الكونترول بارونتال ان الجهاز غادي يستعملو طفل عنده اقل من 12 سنه، ما يمكنش لي يخدم المواقع والبرامج اللي المعايير ديالها كتفوت 12 سنه. اما بالنسبه للانترنت، فالكونترول بارونتال كيعطيك بزاف ديال الخصائص، اولها وقت استعمال الانترنت. يعني كيف ما قلنا في الاول، استعمال الجهاز يقدر يكون من 7 ديال العشيه ل 9 ديال العشيه، مع استعمال ديال الانترنت ساعه. تقدر تعطيه مثلا يستعمل الانترنت من 7 ل 8 او من 8 ل 9. يعني الجهاز ككل غادي يستعملوه من 7 حتى ل 9، والوقت اللي غادي يستعمل فيه الانترنت هو من 7 ل 8. يعني عنده ساعه ديال الانترنت يدير فيها لاغوشيرج ديالو مثلا الا كان على حسب الدراسه، ومن بعد هذيك الساعه اون فوا يكمل لاغوشيرج ديالو غادي يديرها في برنامج ديال المكتب اللي غادي يمكن ليه انه يبدل هذوك المعلومات ويقادها على حساب البحث ديالو. وكذلك في الانترنت نقدر نبلوكي مواقع بالاسم ديالها او بالعينه ديالها. يعني نقدر نبلوكي مثلا موقع يوتيوب، او نبلوكي كل مواقع التواصل الاجتماعي. اما بالنسبه لمحرك البحث، سواء كان محرك جوجل او محرك ياهو او اي محرك، يمكن لي ندير فلتر على حسب العمر ديال الطفل. يعني اذا كان 12 عام او 10 سنوات او اقل، كنعطي السن ديال الطفل اللي غادي يدير الابحاث باش يخرجوا لي الابحاث على حسب العمر ديال الطفل اللي غادي يدير هذا البحث. الكونترول بارونتال كيمكنك انك تمنع ظهور بعض الكلمات اللي كتكون لا اخلاقيه، سواء في محرك البحث او في مواقع اللي كتكون فيها هذوك الكلمات. ويمكن لك تمنع ظهور هذوك المواقع، مثلا واحد الموقع اللي غادي تكون فيه واحد الكلمه لا اخلاقيه، ما يبانش كاع الكونترول بارونتال كيبلوكي هذاك الموقع، ما تيبانش كاع. اما بالنسبه للاجهزه، كيف ما كنعرفوا اليوم كتكون فيهم كاميرا، كيكون فيهم صور شخصيه او عائليه، وما كنعرفوش يعني الاطفال ديالنا كيفاش غيقدروا يستعملوا هذوك الصور. فمع الكونترول بارونتال نقدر نبلوكي البارطاج ديال هذاك الصور اللي كتكون في الجهاز، سواء كان كمبيوتر او تابلت او حتى هاتف. كنمنع مشاركه هذاك الصور في الانترنت، ومشاركه حتى الكاميرا في الانترنت ولا ميكرو في الموقع. يمكن لك كذلك تشوف الملخص او الرابور ديال استعمال الانترنت خلال اليوم او الاسبوع بالنسبه للطفل ديالك، كيفاش كيستعمل الانترنت، شنو هما المواقع اللي كيدخل ليها بزاف، شنو هما الحوايج اللي كيدير في البيس. وكاين الكثير من البرامج اللي كتمكنكم من توجيه استعمال جهاز بالنسبه للاطفال ديالكم، اللي العديد منها مجانيه. غادي نقدر نتكلم عليها من بعد الا كنتو مهتمين، خليوها ليا في الكومنتير. اما بالنسبه للاخبار التقنيه المهمه في هذا الاسبوع، هو ان جوجل ستريت فيو ولا كيسمح لك تدخل تشوف الدار ديال آن فرانك. واللي بغيت نقول انا من هذه المعلومه هو انه جوجل ستريت فيو ولا كيخليك تقدر تدخل تشوف المنازل والفنادق والمطاعم اللي كتكون مشهوره، وبزاف ديال المنشات الخاصه والعامه اللي كتقدر تدخل تشوفها خلال جوجل ستريت فيو.
وبالنسبه لما تعرفش جوجل ستريت فيو، فهاد الخاصيه ديال جوجل ماب اللي كتخليك انك تجهول الشوارع ديال معظم دول اوروبا وامريكا. هاد الفيديو درتها لكم باش تشوفوا كيفاش كتخدم هاد الخاصيه. هذه خاصيه يعني خاص كاع المغاربه يعرفوها، والناس اللي كيبغيو يسافروا مزيانه لهم انهم باش يعرفوا يتموقعوا في المكان ديال فين كيكون الفندق ديالهم ولا البلايص اللي غادي يمشيو منها، باش كتختصر عليهم بزاف ديال الحوايج وكيقدروا يشوفوا البلاصه اللي غادي يمشيو ليها ويتاقلموا معها قبل ما يمشيو. هذه الخاصيه ديال جوجل ستريت فيو كنصحكم بزاف تستعملوها ملي كتبغيو تسافروا، لانها كتخليكم تشوفوا بزاف ديال الحوايج وما تضربوش يعني عناء الطريق على والو. بعض المرات كتبغي تمشي تشوف شي بلايص تقدر تشوفهم واش مهمين غير من خلال جوجل ستريت فيو، ومن بعد اذا كان بان لك ان هذيك البلاصه مهمه ديك الساعه تقدر تمشي تزورها في الواقع. عندكم اي اسئله طرحوها في الكومنتير وشكرا.